بالتأكيد هنا في منطقة جازان قامت عددا من الجهات الحكومية والأهلية والاجتماعية معارض توعوية وأيضا نشرات تثقيفية ضمن حملة أطلقها سمو نائب أمير منطقة جازان عبر مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة بالتعاون مع الجمعيات المختصة والمعنية في هذا المجال. أنا أتواجد الآن في أحد تلك المعارض، ويسرني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ حسين قصادي المدير التنفيذي لجمعية أمل، أحد الجمعيات المشاركة. أهلا وسهلا أستاذ حسين، تحية طيبة لك، ويلي تحدثنا عن هذا المعرض وأبرز ما يقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا أستاذ زاهر والقناة الأخبارية. نظمنا عدة فعاليات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تزامنا مع هذا اليوم العالمي. نفذنا الماراثون المشي، ونظمنا هنا معرض متكامل مع عدة جهات، مع جمعية صواب واليوم لمكافحة التدخين، ومع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية، وأيضا جماعة صحراء الفنون وفريق الماء التنمية الاجتماعي. أيضا عندنا في نفس الفعاليات يصاحبها ندوات ودورات في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا عندنا رتبنا مسابقة ثقافية عبر تويتر، عبر المنصة تويتر بحساب الجمعية. أستاذ حسين، أنا أشاهدكم في أحد أهم المولات الموجودة في المنطقة، لماذا ركزتم على المولات بالتحديد يعني؟ والله ركزنا على المولات، على الأجواء حارة، وأكثر الناس الحاليين يتجهون إلى المولات التجارية، وخاصة في هذا الموقع يكثر الزوار، فاستهدفنا هذا عدد زوار. كيف شاهدتم الإقبال على المعرض؟ جدا ما شاء الله، إقبال قوي وفي ازدياد، وصراحة في جاء في مناسبة وأيضا جاء في عطلة صح، وأيضا الجميع يتجه لهذه الأجواء الباردة وفي الأماكن المقلقة الباردة وتزامنا في هذه الأيام. شكرا لك أستاذ حسين، الله يعافيك. إذا زميلي بدر، هذا هو المعرض كما تشاهد، حقيقة ضم عدد مشاركة عدد من الجهات، أيضا أشرك الفن التشكيلي كرسالة منه للتوعية وأيضا التثقيف. هذه أحد اللوحات المميزة حقيقة، ومن أبرز اللوحات الموجودة في المعرض، التي يظهر فيها طفلا وهو يسكب دمعته لأن أباه أو أخاه يقبع داخل السجون. سيد زاهر أو زميلي زاهر، هل بالإمكان نعم المصور أن يوسع الكادر، ممكن المصور يأخذ نعم الصورة بشكل أوسع؟ ممكن مصورنا يوسع الكادر حتى نرى الصورة بشكل أوضح. صورة معبرة حقيقة وجميلة، وهذا الطفل يسكب دمعته لأن أباه أو أخاه يقبع داخل السجن بسبب المخدرات. كم من طفل، كم من أخ، كم من ابن يبكي ألما لأن من أجل لحظة وهم أو لذة وهم عاشها أباه أو عاشها أخاه الكبير، قضى مثل هذا الطفل عمره يبكي ويسكب الدمع على فقدان أبيه. أيضا المديرية العامة لمكافحة المخدرات زميلي بدر خصصت هذه اللوحة التفاعلية للزوار، وحقيقة شهدت إقبالا كبيرا، تقدم تعريفا بأنواع المخدرات وأبرز ضبطياتها، وأيضا جهود المملكة في مكافحة المخدرات، وأيضا أنواع المخدرات. مثلا هذا هو أنواع المخدرات، عدد من أنواع المخدرات الموجودة، ممكن للزائر أن يدخل إلى أي نوع ويقرأ عنه ويأخذ عنه معلومات موسعة جدا، مثل الكوكاكين نشاهد. فهذا هو حقيقة، هذا هو الفيديو، لأن يكون يعمل الفيديو بشكل مسرع لأن الوقت الآن يداهمنا. زميلي بدر قد يساعدنا أحد الأخوة لتشغيل هذه. جميل زاهر، على العموم الفكرة وصلت، الوقت المخصص لهذه التغطية قد انتهى. شكرا لك زاهر المالك، قناة الإخبارية، ولضيفك الكريم ولكل المعلومات التي تطرقت وتحدثت بها.